تقول: يا فضيلة الشيخ، إني أبلغ من العمر الآن قرابة 52 عاما، وعندما كنت صغيرة في سن 13 والرابع عشر، وبالتأكيد لم يكتمل عمري 15، قد حدث ولم أصم شهر رمضان بتلك السنة لظروفي بيئتنا صعبة جدا، وعند ارتباطي بأعمال شاقة وإصرار أهلي علي بعدم الصوم من أجل قيامي بهذه الأعمال، فهل علي قضاء ذلك الشهر؟ إذا بلغ المسلم سن التكليف ذكرا كان أو أنثى، لأن ظهرت عليه إحدى علامات البلوغ ومنها الحيض بالنسبة للأنثى، فإذا حاضت أول حيضة فإنها تدخل سن التكليف، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار، يعني من بلغت سن المحيض. ومن ذلك الصيام، صيام شهر رمضان يجب عليها لأنه ركن من أركان الإسلام، وليس لأهلها أن يمنعوها من الصيام بحجة أنهم يريدونها للعمل الشاق، إن هذا لا يجوز لهم، ولا يجوز لها هي أن تطيعهم فيه، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى. فالواجب على أولياء أمور النساء وأمور الصغار إذا بلغوا، الواجب عليهم أن يعلموهم أمور دينهم، وأن يلزموهم بأداء الواجبات وفعل وترك المحرمات، لأن هذا موجب الرعاية التي حملها الله إياهم، بقوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال تعالى: الرجال قوامون على النساء. والقوامة تكون في أمور الدين وفي أمور الدنيا، في أمور الدين أولى وألزم وآكل. فما فعله هؤلاء نحو ابنتهم ومنعهم إياها من الصيام الذي أن تشتغل بأعمالهم، هذا خطأ كبير ومحرم عليهم، وعليها أن تقضي هذا الصيام الذي تركته من رمضان، عليها أن تتوب إلى الله عز وجل وأن تصوم هذه الأيام التي أفطرتها، ولو كانت من زمان متقدم، فإن هذا دين في ذمتها لا يسقط إلا بأدائه لله سبحانه وتعالى، فعليها أن تقضي الأيام التي أفطرتها مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والندم والاستغفار، وعليها مع القضاء أن تطعم مسكينا عن كل يوم فدية عن التأخير، لأن تدفع عن كل يوم مقدار نصف صاع للفقراء. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.